قلت إنك اتعلمت يوجا عشان تقدر تخشع أكتر في الصلاة. آه وتهاجمت. مش فاهم لغاية دلوقتي اللي ده. أنا وأنا بصلي كنت ألاقي نفسي إيه؟ بسرح، المرتب هينزل، العربية بايظة، عيب قوي يعني أبقى واقف أصلي ومخي الوسواس بيوسوس. فقعدت أدور وأبحث، فقالوا لي جرب تاخد كورسات يوجا. قعدت سنتين ثلاثة كده، ده زمان، أخد كورسات يوجا لغاية لما علمت نفسي إن ذهني يكون صافي. فوانا بصلي أبقى بصلي بخشوع، وأحلى حاجة في الدنيا طبعاً لأي دين طبعاً إن الشخص يصلي ويبقى منه لربه. عملت بوست وقعدت أشرح للناس أنا قبل ما بصلي بصلي إزاي، لأن أنا مش هقول ضد بس ماليش دعوة في، أنا بشوف الناس بتصلي زي تمثال وأنا مش مفروض نطلع صوت أصلاً. ثانياً لازم أنا بحب أبقى في هدوء، الموبايل مقفول وبعيد، لابس لبس مريح، بعض أسبح الأول، بنام على ظهري وأخد نفس شهيق وزفير وأملأ جسمي أكسجين. زي ما وضيت الجسد أنا بوضي الروح. أنا قلت بوضي الروح من هنا والدنيا باظت خالص. حالة حضور وصلة حقيقية رهيبة، ويا بخت اللي بيقدر يبقى عنده ده. طبعاً طبعاً. الدنيا اتقلبت ليه؟ في بعض الشيوخ طلعوا قالوا إيه العبث اللي هو بيقوله ده؟ قلت لهم شكراً، بس ناس كثيرة قوي 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 دخلوا قالوا إحنا هنجرب ده وهنبتدي، لأن اليوجا مرتبطة بالشرق الأقصى وبعض الديانات، أنا ماليش دعوة بده. أنا خدت حاجة منهم أستفيد منها عشان أعرف أصلي بخشوع، وغير كده أعرف أستحمل الألم من غير ما أخد أسبرين. اليوجا كده أنت بتاخدي شهيق وزفير وبتعملي بعض الحاجات اللي فيها ميديتيشن، مش عارف يعني إيه بالعربي ميديتيشن، تأمل تأمل، فأنت ممكن يبقى عندك وجع جسدي تقضي عليه من غير الدواء.